من المنتج مباشرة إلى المستهلك، مبادرة تبنتها غرفة التجارة والصناعة لولاية بسكرة تزامنا وشهر الفضيل. أسعار راهي معقولة، كلش رخيص، المواد الغذائية كل رخيصة وخير من برا، والحمد لله اللي راهم داروا لنا المعرض هذا للناس باش تصرف نقولوا رمضان ولا. اليوم رانا جينا للسوق هذه الجواري تاع الخاص بالمواطنين، سوق مثلا سوق رمضان من نوع الجوده ومن نوع الاسعار المنخفضه بالنسبه لحمايه المستهلك والمواطن. خضروات ومواد غذائيه، سمك ولحوم من المحلية والمستوردة بجودة عالية وأسعار تنافسية. تنظيم سوق جواري على مستوى كل دائرة بما فيهم السوق اللي رانا متواجدين فيه حاليا بمشاركة منتجين ووكلاء شركات التغذية العامة وخضر والفواكه والتمور وكل متطلبات المستهلكين والمواد الأساسية. ونكهة رمضان لا تكون إلا بتوابل بسكرة التي عرضت بهذا السوق وبكميات كبيرة. وتاع رمضان هاك عارف راس الحانوت، فلفل بارد، فلفل أحمر، حوايج تاع البرمة. وتاع منور خير، سنة خير، البخي يعني شوية. خير 1000 ناقصة 2000. هذا السوق اللي الحمد لله شهد إقبال المواطنين وفيه متوفرة فيه جميع المواد الاستهلاكية الواسعة الاستهلاك بأسعار معقولة جدا، بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن الكريم. الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مع ضمان سلامة المنتجات الغذائية هدف هذه الأسواق الجوارية.